اهلا وسهلا متابعينا الكرام. طبعا اليوم فرصه جميله وانا سعيد جدا بالتقي بخالد العنقودي احد عمالقه السفر والتاليف ادبي الرحلات. خالد العنقودي طبعا شخصيه ما شاء الله معروفه في عمان، راح نخبركم شويه عنه وراح يكلمنا هو عن بعض انجازاته. خالد طبعا اليوم فرصه سعيده وانا يعني التقى فيك صراحه اول مره، بس كنا عن طريق الواتساب وهذه الاشياء. طبعا انا اشوفك مظلوم اعلاميا على هذا الكم، يعني خالد ما شاء الله مؤلف 10 كتب في ادب الرحلات، فممكن تخبرنا شويه عن الكتب اللي الفتهم؟ معكم خالد العنقودي، راح نتحدث عن بعض الكتب والمؤلفات اللي كتبناها من خلال الأسفار اللي قمنا فيها. أول شيء عندكم كتاب سفر الأمير وزعت، هذا كان أول ثاني إصدار، هو يتكلم عن مغامرات تحبس الأنفاس كالكهوف في الأنهار، وعندك بعد نفس الشيء في الغابات مع قبائل الماساة مع الحرب، كتاب عن اليمن تقوالنا بالحافلات والمدن وقرى اليمن اللي تشمل صنعاء وعدن ومكلا، وعندك الشحر ومنطقة سيون طبعا عن طريق الجبال وهي بالحافلات لمدة 26 يوم ما شاء الله في ربوع اليمن طبعا قبل ان تقع الحرب. العنوان مميز بصراحة، حتى غلاف الكتاب يعبر يعني عن ما في داخله. جميل. كتاب آخر طبعا كتب كثيرة ما شاء الله، هذا أكسوجين القبل زين. ثاني كفريقي يتكلم عن الجانب البحري اللي هي من خلال الترحال عن طريق السفن والأخشاب هذه. أيوة. نحكي وننقل للقاري ما يدور في البحر اللي هم ركاب الباخرة وركاب السفينة، حين نعطي انطباع إيش ما يدور داخل السفينة. أنت يعني قربت. أيوة. كنت يعني في بعض الأحداث موجود فيها. ما شاء الله. حابين ننقل الصور للقاري من خلال الجانب البحري. جميل. اجتمع القارات في آسيا وأفريقيا. جميل. أيوه. هذا طبعاً الجبل المقدس يتكلم عن رحلاتنا إلى عدة جبال في سويسرا وكشمير والهند والبوسنة وعدة دول. صورة للقارئ من خلال التخييم والأيام اللي كنا نقضيها في الجبال والمراعي الخضراء يعني. هذا خلاص ضبطنا ده. إنزين. فإنزين. فأنت ما شاء الله خالد هايكنج، باين نعرف كم قمة صعدت حول العالم تقريبا. نقدر نقول 13 قمة بما فيها من ضمن القمم 7 اللي في العالم. حيوه. 3 تقريبا. والبقية يعني على ارتفاع 5000 6000. أعلى قمة كانت كم؟ أعلى رقم كان كاغو في الأرجنتين 6962 ما شاء الله على قمة. تمام أستاذ خالد مشكور، بس اللي باغى الكتب هذه مجموعة الكتب والمؤلفات عندك 10 كتب الحين. نعم. وين ممكن الناس يحصلوا على هذه المؤلفات يشتريوهم؟ طبعا إصدارات وفرة في نشر إدارة نشر لبان، ونفس الشيء موجود في مكتبات السلطنة في كل الولايات. أيوة. وطبعا موجود حتى اللي هو العنوان ممكن تأخذ اللي هو الانستغرام. خلاص بس هم عشان يقدروا يوصلوا لك أنا مسؤول لك منشن الحين. أيوة. ويقدروا دخلوا على حسابه تسألوا عن أي إصدار، صراحة مؤلفات جميلة وشخصية يعني قوية تستاهل. ترحال لها الكثير من المغامرات في شتى قارات العالم، والحمد لله صدر له مؤخرا كتابين. طبعا الكتابين جاءوا بعد فكرة التكريم، فنحب نوجه له كلمة مباركة لهذا إن شاء الله هذا الإنجاز الجميل، ونأمل أن يكون هناك إصدارات لاحقة بإذن الله تعالى التوالى. إضافة إلى أن كونه كاتب فهو أيضا رحالة من طراز رفيع، وحقيقة من الأشخاص الملهمين والمحفزين لإخوانهم المبتدئين في عالم السفر والترحال. نتمنى له كل التوفيق بحول الله تعالى بعد انقضاء هذه الجائحة، أن يتحفنا بمغامرات شيقة ومؤجلة بحول الله تعالى. تتقدم هذه الهدية التذكارية. قمة القهوة أحد المشاريع الحديثة في عالم القهوة،
والتي أطلت ولله الحمد في السوق العماني بخدمات جدا جميلة وحقيقة المكان جدا راقي بقيادة المهندس سالم رقيشي لنوجه له تحية. هو راعي المناسب اليوم. هذه هي القرم بوليفارد، أيضا هم رواد في عالم العطور حقيقة، معهم عطور عطر جميل جدا، هذا عطر اللبان. كذلك هم أيضا من الداعمين والراعين لفعاليات كثيرة قامت بها رابطة الرحال العمانيين، فهم أيضا من من الجهات التي تستحق الدعم من قبلنا. ورابطة الرحال العمانيين كما هي دائما تدعم الرحال العمانيين، والأستاذ خالد أحد أعضاء هذه الرابطة. طبعا مجموعات أوروبا بعيون عمانية هي أحد المجموعات الرائدة في عالم السفر والترحال، اللي تقدم لك هذه الهدية التذكارية، ونتمنى إن شاء الله من خلال هذا التكريم أن تكون حافز إن شاء الله لبذل المزيد من الرحلات والإسهامات في هذا الجانب، عالم الكتابة والتأليف وعالم السفر والرحلات إن شاء الله. أحد أيام قبل معرض مصطفى الكتاب كنت جالس في مصطفى محل يعني، وكان العامل يتعامل مع أحد الشباب جالس يسوي مثلاً بين الرولا بستان، وهو يقول لي سوي كذا وسوي كذا، والحين معرض معانا فجأة وش يعني شفت الكتاب أنت مشارك في الكتاب في المعرض؟ قال نعم، معي كتاب جديد إن شاء الله. أنت اسمك خالد عبودي؟ قال أيوة، لأن قرأت التصميم. قلت سبحان الله، قلت لحظة شوية، طلعت له موسم قائمة الكتب المقترحة اللي بشتريها من المعرض، فقلت له أحد اثنين من كتبك في قائمة المشتريات. كان هو أول يوم التقي بأستاذ خالد العنقودي هناك، وقال اشطب الحين هذا الكتب والحين بجيب لك إياها، فحصل هدية. يا سلام. أيضا طبعا هو في نفس اليوم تقصر تعارف، وهذا أيضا حثني على فكرة تدوين الكتاب. هو دائما يحث ما شاء الله عليه. صحيح هذا قبل فترة، لكن دائما يقول لك فلان يخبرك وفلان يشجعك، وتجي هذه الأشياء كلها تتكاثر وتنصب في هدف واحد. الحمد لله. فكل الشكر والتقدير أستاذ خالد على هذه المبادرة والصدفة الجميلة والدعم.